نداء يعني بصي تحسي ان ايه يعني هجوم على ايوه فين دكتورة ايه جبنا دكتورة ايه شفتي يا ماما. النهارده مش هتمشي غير لما تخلي كل اللي بيشاهدنا فعلا هي قاعده ومرتاحه ان انا بشرتي هتبقى صافيه وجميله ومش محتاجه اي حاجه تانية فيها. تمام. طيب خلينا بقى نبتدي في البدايه. كلمه حب الشباب انت قلتيه ميري بتتذكر كتير معايا، هل كتير. حب الشباب دي يعني لازم يبقى شاب، ولا حب الشباب ده اللي هي الجملة متداولة وممكن يبقى حد كبير في السن ويجيله حب شباب؟ لا هي جملة متداولة، يعني الاسم المتعارف عليه ان هي حبوب الشباب. ليه بقى؟ هي البيك بتاعها او اكتر مرحلة بتيجي فيها بعد سن البلوغ، اوكي 12 13 سنة، وده اصلا الفترة اللي اللايف ستايل كله بيكون خروج واكل وفاست فود ومش عارف ايه، فالموضوع بيبقى زايد قوي. لكن ده معناه ما بيجيش لناس سن كبير؟ لا بيجي طبعا عادي، يعني عادي بيجي لنا اربعينات واكتر واقل شويه، عندهم برضو حبوب الشباب. هم حتى ما بيبقوش عارفين انها حبوب شباب. اوكي يعني انا لما باجي اقول لها ده حبوب شباب تقول لي ايه يا دكتور شباب ايه ده، انا عديت السن خلاص ده انا مش شباب خالص ده عديت المرحله دي. فاقول لها لا حب الشباب ونبدا نمشي على البروتوكول العلاجي بتاعه عادي خالص. هو الاسم متعرف عليه حب الشباب. الجواب متهيألي باين من عنوانه وما شاء الله، انا مش بحسدك، انا عينيها حلو على فكره. انت القمر. يعني جميله وبشرتك جميله وبيبان طبعا، يعني ده بيبان، يعني خلينا متاكدين ان انا مهما غطيت بالميك اب لو انا في حبوب او في ندبات او حاجه برضو هتبقى بارزه. يعني سيبنا من السوشيال ميديا والناس اللي بيحاولوا يسوقوا لنفسيهم، ولكن الموضوع مش كده خالص. هو أكيد. لو عندي حبوب او مشاكل هبان. طبعا صح كده، ده فوتوشوب وبتضايق بصراحه. طيب وانا ببقى معاهم عندهم حق انهم يتضايقوا، يعني ما لازم تبقي معاهم، ما انت بتخلي الوش جميل كده يبقى لازم تبقي معاهم. ندخل بقى على الجد بقى على طول. يلا بينا خلاص. طيب ايه اللي يظهر عندي اجري عليكي؟ اول ما تظهر حبايه ولو هي شايفه انها حبايه حتى بسيطه، ولو موسمي او يعني وقت معين في الشهر، تسال هي. طب دكتور هي ديت، انا اعرف بقى ساعتها اعرف هي ديت جايه عشان خاطر هي في ستريس، عشان عندها امتحانات، عشان بتاكل شوكليت في الفتره دي كتير اندر ستريس، ايا كان بقى بنعرف ساعتها. بس لو كانت هي حب شباب او مشكله في افرازات الغده الدهنيه اللي موجوده، لا هنخش في سكه تانية خالص. فكل ما كانت بدري كل ما كانت افضل. في ناس بتيجي بتقعد مثلا بالخمس ست سنين هي فاكره ان لا خلاص انا همشي حالي والدنيا هتمشي. لا هي متعوده وكريمات بالظبط، حط بقى انتبيوتك كده في السريع وخلاص. ما بيروحش اصلا. هي مشكلتي مش بتبقى كمان في حب الشباب ان احنا هنعالجه، انا مشكلتي في التوابع بتاعته. الاثار بقى اللي بتيجي، السكارز اللي بتبقى موجوده، الحفر، الندبات، دي بقى اللي بتاخد وقت كبير قوي في العلاج، خصوصا اكتر كمان من حب الشباب. احنا لو سبناها بيبان في بجد، انا بشوف خد تحس ان هو محروق، يعني وهو مش كتير، وهي ندبات كتير جنب بعض، فدي تاخد سكه في العلاج اطول كتير قوي حتى من الحبايه نفسها. يعني احنا لو حد عنده بنوته جات لها حب شباب مثلا وجات في اول اسبوع، نعالجها في اسبوع 10 ايام تبقى زي الفل. اسبوع 10 ايام العلاج العادي. سجلوا يا جماعه عشان خاطر الكلمه اللي هتقولها هتتحاسب عليها. انتوا معانا ومش ماشيين خلاص مع الطبيب خلاص، يعني يس كلينك خلاص، يعني ماركه مسجله معانا. ايوه هي طيب. لو جت وهي في المرحله الاولانيه من حبوب الشباب اصلا الموضوع بيبقى سهل جدا. المشكله فين بقى يا ميري؟ لما بنعدي المرحله دي اللي هو بقى الحبايه بدات تلعب فيها هي كتير، ما بتعالجهاش صح طبعا، فبدات تعمل اثار حبوب. انا من الناس اللي بتفضل تلعب. شفتي بقى؟ شفتي؟ ما انا مش هفضل، خليني صريحه، مش هفضل اقول لهم في حاجات وانا مش بعملها، بس يعني بعترف اهو. بعترف. لا انا اعترف بقى عشان طيب نمسك المشكله. في كلامك قلتي حاجه حلوه قوي، قلتي الشوكليت معنى كده ان في اكل بيزود الحبوب. طبعا. طب نقول لهم بقى عليه. المكسرات بكل انواعها، الزيوت، الالبان ومنتجاتها، الشوكليت. طبعا صعب قوي ان انت تجيبي بنوته عندها 20 سنه 22 سنه تقولها بصي انت هتمنعي نفسك من اكل كذا وكذا وكذا، صعب قوي. ما اقدرش اعسفها كده يعني. فانا بقول لها على الاقل المرحله اللي احنا بنعالج فيها اللي هي بقى هتاخد 10 ايام، هتاخد اسبوعين، هتاخد شهر بالكثير، المرحله دي نحاول نقلل شويه من اكل الحاجات دي. ما احرمهاش بس على الاقل نحاول نقلل عشان تساعد معانا العلاج. ما تاكلش بزياده يعني، ما تاكلش بزياده، في ناس مدمنه يعني. انت عارفه الحاجات يعني دي. طب بخصوصي انا باكل سبايسي كتير، ده بيأثر؟ طبعا السبايس طبعا بيأثر. بتصدمني وانا بقول لك الحقيقه يا ميري على طول. بيأثر بس احنا بنحاول برضو عشان ما نحرمش حد خالص، بس نقلل على قد ما نقدر، اللي هو نكون معتدله، نكون معتدلين، ما زودش قوي عشان ما يظهرش على وشي. طبعا بعرف كمان ان فيتامين سي
زيادته ممكن تعمل حب شباب، ما صح ولا غلط المعلومه دي؟ اه طبعا. بصي اي حاجه وذين نورمال خلال النورمال بتاعها بتبقى صح. ففكره ان انا بشوف ان فيتامين سي ده كويس فاقعد احط منه ليل نهار، هو اصلا ليه بروتوكول وليه رولز معينه. أوكي. وبنحطه بطريقه معينه، ولو عندنا اكتف اكني، لو عندنا حبايه صحيه اصلا احنا ما بنحطش عليها اي حاجه غير ان احنا بنعالجها بس. فما بتعالج الحبايه بنعالج الحبايه الاول. ايه رايك بقى يعني ندخل على الجد بقى الصور والجمال واللي هنشوفه دلوقتي اكيد مع الدكتور. يعني انا لو مش واثقه فيكم وشفت بعيني هقول لا صعب. يعني البنوته إيه اللي حصل معاها؟ بصي البنوته دي كان عندها 17 سنه. أوكي. هي كانت لسه مخلصه ثانويه عامه وداخله على الجامعه. حلو قوي. عايزه بقى طبعا تدخل الجامعه وهي شكلها مختلف وحلو وما تحطش ميك اب والكلام ده كله. فجت طبعا كانت مشكلتها الاساسيه ايه؟ زي ما انا بقول لك ان هي موضوع بدا عندها من 12 سنه. من 12 سنه ل 17 سنه هي بتلعب في الحبوب، كل حبايه بتطلع بتفرقعها بايديها، بتحط مجرد كريم انتي بايوتيك وخلاص. فاحنا مشينا، كان عندها اكتف اكني اصلا، مشينا صح الاول، عالجنا الحبوب اللي كانت صحيه اللي موجوده. تقريبا اخذت حوالي اسبوع 10 ايام وبدانا نعالج اثار الحبوب اللي كانت موجوده. كان عندها ندبات وكان عندها حفر ودارك سبوتس زي ما احنا شايفين كده. الله. لا دي اكتف اكني اصلا مش اثار حبوب، دي حبايه نفسها. دي برضو عالجناها. بنمشي بقى على حبايه. دي حبوب كتير يا دكتور. دي حبوب شباب. يعني احنا خلينا حبيب. طب من الصوره دي للصوره دي قد ايه وقت ان انا اخلي نفسي بالجمال والشكل ده؟ لا، لو الموضوع جه اتلحق من الاول صدقيني مش 10 ايام اسبوعين وانا اضمن لك القصه دي. عارفه انت بتقولي كلام انا هعيد كله يكتب يا جماعه 10 ايام اسبوعين لو هي جايه اكتف اكني بالشكل ده. لكن اللي جايه طبعا مرحله السكارز والندبات والحاجات دي كلها لا، بناخد وقت لان احنا بنمشي في سكه ثانيه، في واي ثانيه غير العلاج. يعني بنمشي حاجات ثانيه لغايه دلوقتي ما دخلناش في مرحله الندبات. فانت ممكن تعالجي تخلي البشره نضره وبالجمال ده في حدود 10 ايام. 10 ايام اسبوعين. اسبوعين بكتير قوي. ايه الجمال ده؟ طيب ندخل بقى في الجد اهو. صوره ثانيه معانا دي نفس القصه برضو، شايفه دي اكتف اكتر لكن دي مش اكتر، يعني ما وصلناش للاكتر لسه، ما وصلناش للندبات. لا لسه ما وصلناش للندبات. بصي المرحله دي خفت خلاص من الاكتف اكني او من الحبايات الصحيه اللي موجوده. وكنا في مرحله ان هنشوف احنا محتاجين نعمل جلسات بيلينج او حاجه عشان نوحد لون البشره ونشيل كل الندبات اللي موجوده. هي بتدخل نفسها في متاهات بامان طبعا، يعني لو لحقت نفسها مش هتدخل نفسها في توحيد لون البشره والقصص دي كلها. دي عندها حفر مش ندبات. قوليلي بقى عشان دي مشكله كبيره جدا. الحفر هو في ناس بتسميها المسام الواسعة. المسام الواسعة. طيب لا الحفر المسام الواسعة دي بتبقى ليها طريقة، والحفر اللي موجودة نتيجة لآثار حبوب الشباب دي ليها طريقة تانية خالص. طب والشيء واللي على الشاشة معانا؟ لا دي حفر نتيجة لآثار حبوب الشباب، دي عملنا لها جلسات بيلينج وتقشير وجلسات ديرما بين، ظبطت معانا الدنيا خالص. ديرما بين وتقشير يعمل النتيجة الهايلة دي؟ كنا بنعمل اسبوع واسبوع. ليهم حق يقولوا لي هاتي دكتور جبنا دكتور هاتي. كنا بنعمل مش هحرمهم من حاجة معانا. كنا بنعمل اسبوع واسبوع. معانا كمان صورة. دي برضو بصي دي اللي فوق عندها اكتف اكني وعندها الحفر، يعني هي جات لي اصلا هي عندها الاثنين. في حاجات لسه حبوب صحيه. أوكي. وفي حاجات اثار حبوب هي طبعا كانت لعبه فيها بقى ومبهدلاها ومبهدله وشها خالص. يعني مش هلومها عشان انا بعمل زيها. وهم عاده بيكونوا برضو ايه، يعني هي خلاص بقى عايزه تخش الجامعه شكلها حلو ووشها جميل ومش عارف ايه والكلام ده كله. صدقيني وكمان وقت يعني وقت الجامعه يعني بتبقى الواحده مش محرجه بس من شاب صاحبها او صديقها او دكتور او لا، كمان البنات بيغيروا من بعض. وغيرة على فكرة يعني غيرة مش وحشة، الغيرة بما انها مش بتضر فهي غيرة مش وحشة. لان انا غير من واحدة وشها صافي وجميل وعايزة ابقى كده وعايزة ابقى أنا كده بحب دي جداً غيرة. انا شايفة ان هي حاجة نافعة جدا. بحب جدا البنات اللي بتيجي مهتمة بنفسها، يعني دكتور انا عندي مشكلة وعايزة اعمل كذا احلها. غير بقى اللي هي اصلا مش شايفة نفسها في حاجة خالص ومش مشكلة ومكملة. الموضوع بيبوظ معايا خالص. لكن المركزة دي وبتاخد بالها من نفسها بتلاقيهم حتى يا ميري، يعني ممكن تجي لك واحده مثلا كبيره وتلاقي ما شاء الله وشها جميل. ما احنا بنغير منهم. ايوه ما احنا بنغير منهم بنحط عليهم. يعني ايه في نفسيهم وانتوا ازاي في السن ده وحلوين كده؟ أيوة. وفي الاخر طب ما هو ما احنا عندنا دكاتره بتخلينا كده. طيب احنا بقى